أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق العبودية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، نعيش في هذه اللحظات مع العظماء الصغار. وقبل أن أبدأ هذا اللقاء الذي أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، أريد أن أبعث وأرسل برقية شكر واعتزاز وتقدير إلى مدرسة دار التربية الإسلامية التابعة لجمعية الشبان المسلمين بطنطا. أبعث لهم كل شكر وتقدير بالنيابة عن نفسي، وأفتخر بأن أنتمي إلى هذه القلعة المباركة، من أول رئيس مجلس الإدارة وحتى السيدة المديرة، ثم الوكلاء، ثم المدرسون، ثم العمال، ثم الإداريون، حتى لا أنسى أحد. شكر الله لنا ولكم، وغفر الله لنا ولكم. نعيش في هذه اللحظات مع العظماء الصغار. نتعرف أولا، اسمك؟ أسماء محمد محمود. علي صوتك شوية قرب المايك. أسماء محمد محمود. هتسمعينا أي أسماء النهاردة؟ سورة على مهل. سورة ال على مهل. التكوير. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا بص للكاميرا دي يا جنة. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جميل، تفضلي. اسمك؟ بص للكاميرا. زنا عمرو خالد. لا أنا عايز أسمع صوت عالي. ها، بص للكاميرا. جنى عمرو خالد احمد زازوق. هتسمعينا ايه يا جنى؟ سورة الغاشية. اتفضلي بصي الكاميرا وقولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارك مصفوفة، وزرابي مبسوسة. صدق الله العظيم. صدق الله. اللي بعدك. بص للكاميرا عبد الله. اسمك؟ عبد الله محمد حسب النبي. طيب هتسمعنا ايه يا عبد الله؟ سورة الأحقاف. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا شهرا. أيوة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. جميل ما شاء الله يا عبد الله. ادي اللي جنبك.
اسمك، بص للكاميرا يا رودينا، اسمك ايه؟ رودينا مروان عاشور. طيب سمعنا ايه؟ سورة المرسلات. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فالملكيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال أكتت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، صدق الله العظيم. جميل، ادي اللي جنبك، بص للكاميرا، اسمك ايه؟ أيزن محمد صلاح. أنا مش سامع حاجة. أيزن محمد حماد. تمام، هتسمعينا يا أيزن؟ سورة الجمعة. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله. آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ادي اللي بعدك، بص للكاميرا، اسمك ايه؟ حنان احمد المسلمان. هتسمعينا ايه يا حنان؟ الحق. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى له من باقية. تمام، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خذ منها، اتفضل. بص للكاميرا بقى يا حمزه، اسمك ايه؟ حمزه هشام احمد حبيب ياكوت. تمام، هتسمعنا ايه يا حمزه؟ سوره صاد. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم يا حمد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ادي اللي جنبك، بص للكاميرا هناك، بص للكاميرا، اسمك ايه؟ احمد محمد المايك. ادم نور. لا ما سمعتش حاجه. ها بص، ايوه قول. احمد محمد الدمنهوري. تمام، هتسمعنا ايه يا حماد؟ الحشر. يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تمام ما شاء الله. صدق الله العظيم. اد اللي بعدك اسمك ايه؟ ابراهيم عفتاح. لا بص للكاميرا يا ابراهيم اتفضل. ابراهيم عفتاح الاشراوي. تمام هتسمعنا ايه يا ابراهيم؟ القناعه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه. القارعه ما القارعه ما القارعه ما القارعه وما كون ناس مبروس وتكون كون شبال كالعهن المفروس أما أما ذان شكلك موسينه هو في ساكن راضية رقية وأما من خفت أما هو خفر موسينه هو في عساك أمه هوي ما ذاك ما هي ما هي نار حامي. جميل ادي للمحمود اسمك بص احمد محمود السيد احمد الجويش. لا تاني يا احمد. احمد محمود السيد احمد الجويش. سمعنا يا احمد. سورة المنافقون. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. جميل ادي اللي بعدك يا احمد ما شاء الله. قرب المايك يا عبد الله وبص للكاميرا اسمك ايه؟ عبد الله محمد حلمي علاق. سمعنا ايه يا عبد الله؟ عبس. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. شكرا يا عبد الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اد اللي جنبك بص للكاميرا يا جنى اتفضلي اسمك ايه؟ جنى سيد ابراهيم احمد جادو. لا علي شويه. جنى سيد ابراهيم احمد جادو. هتسمعينا ايه بقى؟ صوت المعارج. ما تبصليش انا بص للكاميرا ممكن؟ ما شاء الله يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا
بعيدة ونراه قريبة يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالليل ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. ما شاء الله يا جنة. ادي اللي جنبك. قاعد جنب انت صح؟ ماشي. لو غلطت انت حر. اتفقنا؟ ماشي. اسمك ايه؟ محمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح الاسراوي. تمام. هتسمعنا ايه؟ سورة التحرير. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرف عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طبعا ما شاء الله هؤلاء الطلاب في مدرسة دار التربية الإسلامية، وبناء على طلب هذا الصرح المبارك قناة الصحة والجمال أتقدم بالشكر إلى جماعة القرآن الكريم بالمدرسة والحضانة، لأن إذا إن كان هذا الجهد فهو جهدهم، بارك الله لهما. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل كله لله خالصا لله، وأن يتقبل منا هذا العمل. اللهم أمين أمين. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى نعيش في هذه اللحظات مع العظماء الصغار. نتعرف بيكي، اسمك؟ بص للكاميرا. بيانسي. الكاميرا بتاعتك. بيانسي محمد حسن النبي حسن ابو غياط. تمام. هتسمعينا ايه يا بيانسي؟ سورة ياسين. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. تمام. ادي اللي جنبك. اسمك ايه؟ بص للكاميرا بقى هناك. فريدة محمد علي. انا مش سامع حاجة على فكرة. فريدة محمد علي. فريدة محمد علي. انت خايفة؟ مش عايزك تخافي. ايوه ايوه، الضحكة الجميلة دي. يلا هتسمعينا ايه؟ قرأ. الله. يلا اتفضلي. أعوذ بالله. لا بص للكاميرا بقى. أعوذ بالله. معلش صوتك شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأت مقرة وما أدراك مقرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما شاء الله. صدق الله. ايد اللي جنبك. اسمك. بص للكاميرا. ايمان احمد المسلماني. انا مش سامع حاجه، قرب المايك وعلي صوتك شويه. ايمان احمد المسلماني. طيب هتسمعينا ايه؟ نبأ. اتفضلي سمعي وبص للكاميرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
قرب المايك يا إيمان. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. ادي اللي جنبك، بص للكاميرا يا محمد. اسمك محمد احمد المسلمان. لا بص للكاميرا بعد اذنك محمد، وعلى صوتك شويه. محمد احمد المسلمان. تمام، هتسمعنا ايه؟ سورة الحديد. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يلج من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. صدق الله العظيم. ادي اللي جنبك. صدق الله العظيم. اسمك ايه يا حبيبي؟ محمد. قرب المايك شوية. العزيز جادو. طيب هتسمعنا ايه يا محمد؟ سورة الحق. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. لا أنا عايز أقول لك على حاجة، اسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم على طول، مفيش ألف بعد الراء، خلاص؟ قولها تاني بقى كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل ترى القوم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخلا خاوية، فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. تمام ما شاء الله. اسمك، بص للكاميرا يا محمد. محمد أيمن. بالكامل. محمد أيمن عبد المهيمن. تمام، سمع يا محمد. الزمر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم. صدق. هدي اللي جنبك. اسمك، بص للكاميرا وقرب المايك. لا قرب المايك بعد اذنك. ابراهيم هاني رمضان. طيب سمعنا ايه يا ابراهيم؟ المزمل. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بص للكاميرا واسمك. احمد عمرو ابراهيم عبد العزيز جادو. طيب سمعنا ايه يا احمد؟ القلم.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. ماشي ادي اللي جنبك. اسمك؟ يوسف عبد الفتاح. يوسف عبد الفتاح ابراهيم الأسراوي. سمعنا ايه يوسف؟ ياسين. اتفضل. بص للكاميرا بعد إذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ممكن أنت بتقرأ بسرعة ليه؟ على مهلك. تاني ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. بلاش الرحيم دي، مفيش ألف. الرحيم على طول. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على لقد حق القول. أيوة. على أكثرهم فهم غافلون. هم إيه؟ فهم لا يبصرون. هم إيه؟ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى الأولانية فهم إيه بقى؟ دي فهم لا يبصرون، يبقى الأولانية فهم لا إيه؟ لا يؤمنون. الله ينور عليك. أنا ما حبيتش أوقفك عشان ما لخبطكش. لكن الأولانية فهم لا يؤمنون، التانية فهم لا إيه؟ لا يبصرون. الله يفتح عليك. إدي لعمر اللي جنبك. بارك الله العظيم. لا ما تزعلش مني وهتزعل مني. ماشي؟ كلنا بنغلط في القرآن وكلنا بننسى جل من لا يسوى، بس جدع اللي يغلط ويتعلم من غلطته. اتفقنا؟ اسمك؟ عمر محمد صلاح حماه. طب بص للكاميرا. طيب ماشي يلا. سمعنا ايه يا عمر؟ سورة الواقعة. اتفقنا. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فكانت على طول، بلاش فكانت دي، على طول. فكانت هباء منبثا. هباء منبثا. تمام. وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. صدق الله العظيم. ما نقفل بقى إيه والسابقون السابقون؟ نقفل بالمشأمة ليه؟ ما نقفل بالناس الكويسين. كمل. والسابقون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. تمام. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اسمك؟ أشرف هشام أحمد حبيب ياقوت. يا عم بتزعق كده ليه؟ أنت بتشخط فينا؟ طبعًا يا جماعة حقه إن هو يشخط يعني، ما شاء الله أشرف حافظ القرآن الكريم كاملًا. فحقه يعني. اتفضل. اتفضل. أسمع سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين ولنسألن المرسلين. صدق الله العظيم. تمام.
اسمك الاول يا عم. امين محمد امين شحات. لا الكاميرا بعد اذنك. امين محمد امين شحات. طيب هتسمع ايه امين؟ صوت الحديد. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. قبل أن أختم أريد أن أرسل برقيتان عزاء، برقيتان عزاء. الأولى إلى الأم الغالية والدة الباشمهندس حمد القط، أدعو الله تبارك وتعالى أن يثبتها عند السؤال وأن ينقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يباعد بينها وبين خطاياها كما يباعد بين المشرق والمغرب، وأن يثبتها عند السؤال ويجعل قبرها روضة من رياض الجنان، اللهم أمين أمين. ثم الثانية إلى أسرة جمعية الشبان المسلمين وإلى مدرسة التربية الإسلامية وإلى عائلة جعفر، أتوجه بخالص العزاء إلى البشمهندس وإلى أهل البشمهندس محمد فتح جعفر، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته عند السؤال، وأن يجاف الأرض عن جنبيه، وأن ينور له في قبره، وأن يوسع له في قبره مد بصره، اللهم أمين أمين، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نختم هذا اللقاء المبارك بالدعاء. طبعا الطلبة هتأمن ورايا وتقول أمين، اتفقنا؟ نبدأ الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى في عليين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى ما تحبه وترضاه، ومن أراد بمصرنا شرا فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اجعل القرآن في ميزان حسناتنا،
اجعل اللهم سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اشرح صدورنا واشف أمراضنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واجعل القرآن شفيعنا. اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمين 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 يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء المبارك أبعث بهذا الوسام الذي تقدمه قناة الصحة والجمال إلى مدرسة التربية الإسلامية بطنطا والعاملين عليها عامة وخاصة إلى جماعة القرآن الكريم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى وأن يجعله في ميزان حسناتنا. أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.